أنتقل إلى السيد خريشة، ولتطلعنا على موقفكم في المجلس التشريعي من جلسة أو من دورة المجلس الوطني، وإن كان لديكم تحفظات بصدد عقدها. يعني أولا تحياتي لك ولضيوفك الكرام. نؤكد أن المجلس التشريعي وفقا للقانون أعضاء المجلس هم أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني الفلسطيني. صدرت دعوات لكل أعضاء المجلس التشريعي حتى اللحظة. أنا بعتقد أنه في قوى ستقاطع، تحديدا إخواننا في حركة حماس أعلنوا موقفا واضحا عن المقاطعة لهذه الجلسة، باعتبار أن هؤلاء هم أعضاء في المجلس الوطني بحكم عضويتهم بالتشريعي وليس لأنهم أعضاء في حركة حماس. إذا بالتالي حركة حماس لم تدعى، بالإضافة إلى حركة الجهاد ليس لها ممثلين في المجلس التشريعي، هي غير موجودة. أيضا القوى الأخرى الموجودة هي حركة فتح، ونرى أنه يعني قسم كبير من هؤلاء قطعا سيشارك. لكن عمليا نحن في المجلس التشريعي كنا نتمنى، أنا من الأشخاص اللي بيتمنوا دائما أن نحافظ على ما تبقى لنا من وحدة وطنية، من خلال على الأقل إحنا بالنادي الآن في حملة توقيعات كبيرة من أجل الضغط لتأجيل هذه الدورة المجلس الوطني هذه المرة، حتى نعطي فرصة لحوار وطني حقيقي يقود إلى توافق لشكل وكيفية تحقيق وحدتنا، ومن خلال جلسة عامة للمجلس الوطني يشارك فيها الجميع وليس طرفا دون أطراف أخرى. لأن المهم مش فقط قديش بدي أجمع عدد من 700 اللي عمليا أنا شخصيا لا أعلم كم هو عدد المجلس الوطني ولا غير يعلم. المجلس الوطني عندما بدأ به كان 350 عضوا، وهؤلاء اللي شاركوا دائما، لكن اليوم إحنا بنحكي عن 700 و720 واحد، وبالتالي قسم منهم توفاه الله، وبالتالي يتم التعويض. حتى هذا التعويض هل تم التعويض بشكل وطني أو بشكل مهني، أو فيه هناك معايير حقيقية لذلك؟ وبالتالي هاي المعايير يجب على الأقل أن يعلم بها القاصي والداني. مش معقول أنا إذا بدي أجيب صديقي هنا وصديق هناك ومن هذا ومن هذا الطرف حتى أجمعهم وأقول إنه هذا مجلس وطني. المجلس الوطني هو عبارة عن ائتلاف وطني فلسطيني جامع لكل القوى الفلسطينية اللي ناضلت منذ عام 64 و65 حتى اللحظة هاي يعني. وكنا دائما نقول انه في حالة الحوار يجب ان يكون القوى الأساسية في المجتمع الفلسطيني، حماس والجهاد الإسلامي وهؤلاء كلهم، يجب ان يكونوا جزءا من المنظومة الوطنية الفلسطينية او منظمة التحرير والمجلس الوطني. اما انه نحكي عن يعني النصاب العددي، فبعتقد هذا النصاب العددي لا قيمة له ولا أثر يذكر لنتائج اجتماعاته. نحن نريد نصاب سياسي، أي بمعنى أن القوى السياسية الفلسطينية، الجبهة الشعبية، حماس، الجهاد الإسلامي، أن يكونوا ممثلين بهذا المجلس حتى تصدر عنه قرارات تكون ملزمة لكل الجانب الفلسطيني. لكن للأسف الشديد نحن عشنا تجربتين سابقات، تجربة في 2015 وتجربة في 2018. اجتمع المجلس المركزي، قاطعته حركة حماس وقاطعوا كثيرين، لكن وصدرت قرارات. هذه القرارات حتى اللحظة نحن ننتظر أن يتم تنفيذها، وقد تم الالتفاف عليها. وبالتالي المجلس التشريعي الفلسطيني ليس وحدة واحدة حتى اللحظة ليقرر نذهب أو لا نذهب. كنت أتمنى نحن أنه في مجلس تشريعي فاعل يفعل هذا المجلس، يتم اتخاذ قرار موحد واحد يقول نذهب إلى المجلس الوطني أو لا نذهب إلى المجلس الوطني. لكن الغالبية العظمى من زملائنا أعضاء المجلس التشريعي يروا بضرورة دعوة إلى تأجيل هذا الاجتماع لمزيد من المشاورات، مزيد من الحوارات، حتى نصل إلى قواسم يرضاها شعبنا في هذه اللحظة.